وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. أما بعد، ربنا قربنا منك وارض عنا أبديا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولا تجعلنا من الغافلين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، نأخذ بعض آيات من سورة صاد بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض ما يتصل بالأنبياء عليهم السلام، كسيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، أغلب الأنبياء، وابنه إسماعيل، وذو الكفل، واليسع، وأيوب، وداود، وابن سليمان عليهم السلام. يذكر الله سبحانه وتعالى ما أعد لأحبابه، أي من أسلم أمره إلى الله، ثم يضيف ذلك بإنذار الذين يسخرون من هذا الدين، لأنهم يسعون لحتف في الدنيا والآخرة، وسيأتي ذلك بعد قليل إن شاء الله. نبدأ بآية 49 من سورة صاد. هذا ذكر، أي بعد ما ذكر الكفر كل، هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب، أي ما سبق من الآية الحكيم هو للتذكير حتى الناس اللي هم ذرة من إيمانهم يفهموا أن لهم رحمن كريم ووعده حق وعذابه حق كذلك. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، يعني بالتأكيد، يعني ربي أكد بلام التوكيد، هو صادق ربي، لكن ليزيد يقرب الأفهام ما يقصده الرحمن لابد من لام التوكيد. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، يعني الرجوع إلى الله سيكون بداية تنعيم لا سبيل إلى مقارنة بالتنعيم الدنيوي. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. ثم ربي عدد بعض صور لهذا المآب. جنات عدن، يعني الجنة هي الحديقة، هي نجم نقول نوع من الحديقة الواسعة متلونة الأشجار، بهجة للناظرين، متعة للناظرين والمتعة. جنات عدن، أي كل ما يبرز فيها يبقى دائما ملتصق بالذوات هذيك الموجودة في الجنة، دائما دائمة ظاهرة، عدن مفتحة لهم الأبواب، يعني كما هوش هنا معكوس الأبواب، ما يقاش عمل، ما يقاش نجاح في امتحان، ما يقاش الزوجة وهي ما تقبل الزوج تغار، يعني هذيك مفتحة الأبواب باش تسمع الرحمن وهو يقرأ عليك القرآن، تسمع وعد أن لا موت بعد الآن ولا مجر، ومفتحة أبواب في كاتب الجن بعض البعض، وتحلق حول الأنبياء عليهم السلام والمقدمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على مجر، مفتحة لهم الأبواب، يعني شيء فوق التخيل الأدبي صعب، أي فنان في نحت أو فنان في التصوير أو كلهم ما نام يجبوش يتخيلوا ما مقصود بهذه الآية، مفتحة لهم الأبواب. أنا ربما رسام تدخل على لوحة من لوحاته يضيعك، لأن خياله ياسر واسع ويتفنن فيه، فيخليك في لخبطة، يخليك في ربما في حيرة وفي ضبابية، هل قصد لذلك الجزء من لوحة حيوانا أو نباتا أي شجرا عجبك ولا أشياء من ساينس فيكشن، يعني حاجة الخيال العلمي. مفتحة لهم الأبواب، احنا قلنا ادخلوا بسلام آمنين، وباب يوم يبينك فما بعد،
وهناك على شكو ربي سبحانه وتعالى كل يوم في الشأن. من جملة ما يقصد به الرحمن بهذه الآية سورة الرحمن هو هذه مفتحة للعمل الأبواب متكئين، وقلها الاتكال علامة الاحتمال، علامة التمتع، علامة الرضا، علامة المال واسعة ولا ما شاء الله، متكئين فيها. وإحنا نعرف اليونان كانوا الأسياد على غير حقهم يعتبرون أنهم أهل تفكير والفلسفة، فلا يجوز لهم أن يشتغلوا بأعمال يدوية وذهاب إياب المدن والمجرد الاتجار ولا حاجة، ولا يدخلوا في حملات حربية ولا حاجة، لا، هم موجودين متكئين على أرائك هنا في الدنيا دي. لكن إلى حين وش خلاو؟ خلاو فلسفة طشطشان ما عندهاش وصول إلى الحلول الكبرى اللي أتى بها القرآن. يعني علموا الناس في اعتقادهم أنهم يحسنون السؤال، يطرحون سؤالا بطريقة ذكية وطريقة لا تقول منبئة بأن سيجد يوما ما الحل لمعضل لما، هذا هو اللي وصلوا لحد الآن. هي هي رغم المواضيع كانت تتنوع وعددها قد يكبر كذا، المواضيع تهتم بها الفلسفة لكن دائما لا تأتيك بحل. الحل هو في كلام الله العزيز القرآن وحديث قدسية، والحل كذلك هو في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة حكيمة، سيرة تأتي على كل المشاكل وتقدم لك حلولا لها، وكل إنسان يتقي الله بما استطاع. وكل من يفتيك فهو مجرد رأي له خاص، وأفتى بدأ جهدا اجتهد إن أصاب له أجران، وإن لم يصب الأخطأ في التأويل يعني يصيب أجر من الله الكريم. يعني هو الإنسان هذاك قام بواجب نحو الدين وحقه نحو الكيان البشري، سواء كان سؤال جاك من الشرق أو من الغرب، أنت كراجل القرآن تكتب ما تقرأ به من ألوان القرآن والحكم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة، يعني يكفي باش تشتي نفسه ما إذا فيها في متناوله كتاب وسال أو تأتيه في أطباق، كل حد وشنيه ميت وربي دائما يسبق النوايا ويعطيك من ما اشتهت نفسه أو روحه. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. يعني أنتم تلقوا ناس قالت ما تحدى تنفهم الفواكه أمامهم متنوعة ومشروبة من أقاصي الأرض وشراب نفس الشيء، سواء كان مشكل أو مش مشكل، المبيد احنا حد التولى كوكا كولا وسودا وكلهما مشروبات مقصود بها وهدل الإيمان، وربما تأثير سلبي على الخصومة عند المسلمين. لذلك المسلم الحر المسلمة الحرة ما يكفتش بكل هذه الأشياء، لأن يعرفوها تاع ناس مستكبرين عموما، تاع ناس شهوتهم حيوانية ولا يشبعون، وربي لم يذكرهم بخير، والناس هذوما اللي يتوسعوا في المأكل والمشرب هؤلاء يجرمون الماء بحرام عموما وهذا المجر، وضمها يحفظ قبورهم بيدهم وباسنانهم. أنا الناس هذوما أصحاب الشهوات، وعلى مدين تعالى من إيش أصحاب شهوات؟ نحن أصحاب رسالات، ونبينا عليه الصلاة والسلام دائما يحذرنا من الناس الذواقين والذواقات، سواء كان على عالم الجنس أو غيره، عالم لذات الأكل والمشرب، من الذواقات. يألذ ويطيب إن كان حلالا، تأخذ ولا تنسى أن تشكر ربك ولا تنسى نصيبك من الله. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني الحور الأين ذي ما تلفتش لغير سيدة، لغير المجاب، لغير المسلم الحر، يجيبك المحصر لك هو مخصيصا له، ودائما يطمئك ثم يجيبها حضرها وأنه مجرد
تلفونها قبل بنص ولا جاي. التراب اي دائما في سن كذا وكذا. يعني شوف رب سبحانه وتعالى تبنيها حكمة كبيرة. ربما سن 33 جمال يبلغ شأنا عظيما. وربما الحكمة في الآخرة تبقى في مستوى بلا 33 سنة مش مستوى 40. شوف كل شيء يتغير إلى الأحسن. وكل الأبدية هذيك في 33 هي ضمانة لأنه لا تنغيس هناك. ماش عقبت جهاز التناسل ولا ماش عقبت الروح ولا ماش لأنه يعني كل أصحاب العطب كلهم اللي كانوا سبق في التنغيس هنا والتضليل خلاهم كانوا في جانب وبئس المصير. إن هذا أيوة هذا ما توعدنا اليوم الحساب. يعني يزن اللي ذكره هناك والملخبون والملائكة الذين يستبشرون بهم بحضورهم ويخدمونهم ويقول الله بحضرتهم والمجر يقول الله في المقدمة هذا ما توعدون اليوم الحساب. يعني باش يبشرك يا مؤمن ومؤمنة بهذه النعم لازم تكون ثم كلام المولى صادر قبل من المخلوقات. هذا ما توعدون اليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفع يزيد يقدر اللي ما عادش ما في الدنيا من خوف المآم خوف غياب الساعة وغياب الطمأنينة وغياب الرضا. لا هناك كل ما هو ممتع روحا أو فكرا أو عاطفة أو أي مادة كانت أو أي علاقة كانت بالله أولا سبحانه وتعالى كلها تبقى كما هي لا مفاد لها. ولهذا هناك لا يضرب من يضرب قيد يقول لك لا تتناول هذا الطير ولا تتناول هذه السمك ولا هذه البلاد. لا حتى الخمر الخمر الجمع لا تعطل في تناولها لانها ستنشيك في مجال محبه الله وشكر النعم الاخروي. هذا ما توعدون اليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفق. والله يعني اذا لازم تفهموا التصديق هذا وان للطغينا لشرها. وباش تكتمل الصوره وتزيد السعاده ورب يوريك من عكسوا طريقك وتنكبوا تلك الطريق ما هي مصائرهم. هذا وان للطغينا لشر مآب جهنم يصلون وبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. الغساق ما هو ملامح كريه جدا ومذاقه ياسر اخطر العلقم وبارد يجمد والعياذ بالله. هذا مش في القطب الشمالي حد ينزل لقمه ويتغري لا توصل فمه الى وهي جامد. لا لا اكثر وقت الغساق قريب واخر من شكل ازواج وانواع اخرى. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به انهم صاروا النهر. هذا فوج يا جماعه كثير كعدد مقتحم معكم يعني داخلين معكم في جهنم. واحنا قلنا اقراوا سوره الزمر وتقولوا بالضبط ماذا سيحدث هناك في هذا اليوم الشديد النبى العظيم. لا مرحبا بهم انهم وصلوا انهم صاروا النهر. وهنا يوري ربي سبحانه وتعالى في الايات التاليه كيف جماعتين هذا الموقع هذا آخر من شكل أزواج. يعني أزواج يعني الغالب والمغلوب في الكفار والمنافقين. هناك مصيرهم والعياذ بالله كل واحد منهم يتملص ويتبرى ويتبلى للآخر زيادة عذاب يعني ضعف العذاب. وهذا سنرجع إليه إن شاء الله تعالى. لماذا أنا اخترت هذه الآيات الأخيرة؟ لأنها تنبيه للغافلين اللي قاعدين اليوم يلعبوا على الانتخابات الرئاسية باش يزيدوا ورطوا الناس في ضلالة الدنيا وضلالة الآخرة وعذابات الدنيا وعذابات الآخرة. نحن هنا من بالمرصاد لا نترك مكان ولا زمان إلا ونذكر فيه الناس المآل. والسلام على متبع الهدى.